في مرة كنت بتكلم أنا وجدتي على أذكار الصباح والمساء واللي بيتقال فيها، وقاعدين كان عندنا الكتيبات الصغيرة وحسن المسلم أذكار الصباح والمساء وقاعدين بنتكلم فيها. فبتقول لي لما جينا عند دعاء الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، فقالت لي إن النوم ده الموتى الصغرى، ان احنا كأننا بنموت وبنبعث تاني يوم الصبح. الكلام ده فضل معلق معايا لسنوات وسنوات، وكل ما كنت أقرأ حاجة بحب أربطها بحاجات معينة. هو ده مخي بيشتغل كده، كأنها نتورك، الحاجة دي بتربط مع ده وبتربط مع ده وبتربط مع ده. ف جوزي قال لي مرة على الكويزم، مفهوم الكويزم. كويزم جاية من كوي ده كان طبيب فرنسي لاحظ ان احيانا الناس بتعمل عمليات تجميل او بتعمل عمليات معينة او بتصاب بمرض وتشفى منه، ولكن بتفضل جواهم صورة مشوهة لانفسهم حتى ولو كانت مش حقيقية. عمل كده تكنيك صغير كان بيستخدمه مع المرضى بتوعه، ان هما قبل ما يناموا يقولوا every day in every way I will become better and better، كل يوم بكل طريقة هبقى أحسن وأحسن وأحسن. وطبعا ليها شكل معين، ان هما يقفوا قدام المراية ويقولوا لنفسهم. وفعلا لاحظ تحسن كبير قوي في المرضى بتوعه اللي اتبعوا هذا الأسلوب، ان هم يكلموا نفسهم ويحفزوا نفسهم. ولما قريت اكتر في الموضوع ده، هو بيقول لك ان اطفالك الصغيرين قبل ما تيجي تنيمهم، وده مهم قوي قوي قوي، الساعة اللي قبل النوم اللي دايما بتبقى خناق وصخب، لان احنا ما بنعرفش ازاي ننيم ولادنا. ودي يمكن لو انتوا عايزين يعني ممكن اعمل فيديو عنها واتكلم على ازاي ننيم نخلي اولادنا يستعدوا للنوم. في الوقت ده الاب او الام يتكلموا مع اولادهم ويتكلموا ويكون كلامهم مليان برسائل فيها انت شاطر، انت تقدر تعمل كذا، انت ذكي، انت كذا انت كذا، كلها كلام محفز. يقوم الولد ياخد الكلام او البنت ياخدوا الكلام ده ويسيبوه يتخمر في مخهم الثمان ولا التسع ساعات اللي هيناموا فيها. بعض العلماء زودوا كمان عليها في كتب انا قريتها على عن النوم، وكنت بدعبس على ابحاث عن النوم، لان انا عندي ارق طبيعي. انا من الناس اللي عندي tendency for insomnia، ودي انا ورثاها عن والدي. هو كمان لما يبقى فيه حاجه شغلاه، في ناس تقول لك انا ما بفكرش في حاجه، احط دماغي على المخده انام. وللاسف عندنا في مجتمعاتنا يقول لك ده راضي، ده مرتاح الضمير، ده كذا. لا، ده شخصية وتركيبة، انه بيقعد يفكر خصوصا لما تهدى الدنيا حواليه ويهدى صخب الحياة، يبتدي يفكر في المشاكل او في الحاجات اللي عايز يفكر فيها. واحد تاني ما بيتعاملش مع الامور كده، لكن ده مش معناه ان ده راضي وده مش راضي، وان اللي بينام بسرعة يفتخر ويقول للناس انا هحط دماغي على المخدة انام. هو مش كده خالص. المهم وانا قاعدة عمالة اقرا وادعبس، بيقول لك لاحظ وشوف ايه اللي بتتفرج عليه قبل ما تنام. وفي مرة من المرات قعدت أسأل أصدقائي وزملائي والناس اللي هم في محيطي بتتفرجوا على ايه قبل ما تنام. لقيت الناس اللي بتتفرج على الأخبار، البرامج الحوارية، أو في ناس بتتريق وبتقول البرامج الحمارية، اتنين بيتخانقوا بيشدوا بيكذبوا بيكذبوا بيتكلموا عن مواضيع ساخنة ومناقشات بتاع، وتبقى الساعة 11 و12 ونختمها بأخبار آخر الليل ونخش ننام. ملينا مخنا ببلاوي، بمشاكل، بمصاعب، وسيبنا الحاجات دي تتخمر في مخنا
السبع ولا الثمان ساعات نوم وصحينا الصبح متضايقين مكتئبين مش عارفين مالنا. ما هو طبعا، ما هو طبعا نرجع تاني للي اتعلمته من جدتي اللي هو ان النوم ده موتة صغرى. يعني تخيلوا ان احنا كل يوم الصبح بنبعث من جديد. يعني ايه البعث؟ يعني حياة جديدة، resurrection، حياة جديدة. في الحياة دي انا عندي فرصة ان انا اعيش اليوم ده بشكل مختلف عن الايام اللي قبل كده. مش فجأة هصحى الاقيني في بيت تاني، في مكان تاني، في مدينة تانية، في ظروف تانية، بقيت انسان تاني. لأ، لكنه يوم جديد بحدد فيه انا عايزه اتعامل مع اليوم ده ازاي. هبص لكل الناس اللي في حياتي نظره شكلها ايه. جوزي اللي انا متضايقه منه وشايفاه ان هو مقصر وانه كذا وانه كذا وانه كذا، لا النهارده هفتش على محاسنه مش على عيوبه. اولادي، المدارس والواجب والصخب والكذا والكذا، لا النهارده هستمتع بكل لحظه من اللحظات. صديقتي النمامه اللي بتجيب لي سيره فلانه وفلانه وفلانه، النهارده مش هسمح لها ان هي تجرني في حوار مرضاش عنه. مديري اللي كذا وكذا، النهارده هعذره عشان الضغوط اللي عليه كمدير وهفكر فيه بشكل تاني. المذاكرة والمواد، واحد كان بيشتكي لي على ان المواد اللي المفروض يدرسها مواد رخمة وغلسة، في مواد بيحبها وفي مواد رخمة وغلسة. النهاردة هفكر في المواد دي ان هي مش رخمة وغلسة، دي مواد مفيدة وربما تفيدني لما هكبر. على الاقل مش هبقى جاهل لما حد يقول المصطلح ده قدامي، لما حد يتكلم عن مبدأ معين هعرف هو بيتكلم عن ايه. وكل ده بقى هيتحول في النهاية لحياة بعيشها بشكل واعي. انا deliberate، انا بشكل واعي اتخذت قرار ان انا هتعامل في المواقف دي بالشكل ده. كل يوم بنتولد من جديد. لا، الاحلى ان كل يوم بنبعث من جديد. لما بنتولد من جديد احنا لسه قدامنا سكة طويلة نكبر بقى ونتعلم. لا، احنا بنبعث من جديد وعندنا النوليدج، العلم والمعرفة اللي احنا محتاجينها عشان ناخد قرار نعيش حياتنا بشكل تاني. لما ابتديت الاحظ ايه اللي بقراه وايه اللي بتفرج عليه وايه اللي بشوفه قبل ما بنام، فرق معايا جدا جدا جدا. من ضمن الحاجات ان انا بدل ما كنت بقرا على الايباد او على البوك ريدر او على السيلفون بتاعي، يعني اجهزة الكترونيكس، اتحولت ان انا بقيت اقرا في كتب فعلية عشان اريح عيني واريح مخي من الضوء المزعج اللي بيضايقني. انا طول النهار ببص في اللابتوب، انا طول النهار مشغولة. نوعية الحاجات كمان اللي بقراها تبقى حاجات من اللي هي بتهديني، وده بيختلف ما بين شخص وشخص. ان انا احتاج ان انا اقرا حاجة ما بتحتاجش تفكير عميق. يعني في كتاب كنت بقراه للعباس العقاد عن نشأة الإنسان وأصل الإنسان، ومليان بقى كلام عن نظرية التطور والكلام ده. أنا بحب جدا جدا المواضيع دي، لكن لقيت إن هو بيشفط طاقتي العقلية بشكل فظيع، لأن الكلام لغة عربية قوية جذلة والمفهوم نفسه مش سهل، وفي حاجات فلسفية كتير قوي. فخليت الكتاب ده للصبح بالنهار وانا مخي مصحصح، لكن في الفترة اللي قبل ما انام بقى اللي انا هريوايند اقرا حاجة لطيفة هادية مش محتاجة تفكير عميق قوي منها، واقرا حاجة
فيها تفاؤل، فيها انبساط، فيها امل، عشان لما اقعد 7 8 ساعات دول الافكار دي بتتخمر في دماغي، مصحاش تاني يوم وانا قرفان وزهقان ومتضايق. سبحان الذي احيانا بعدما اماتنا. كل يوم بنموت ونبعث من جديد ويبقى لينا حياة جديدة. جدتي كانت دايما دايما بتبقى متفائلة في الصبح، ما شفتهاش يوم صحيت من النوم الصبح متعكننة قرفانة متضايقة، مع ان حياتها ما كانتش سهلة خالص، بس في الصبح بالذات كانت بتبقى بشوشة متفائلة. ياريت تشوفوا ايه اللي بتقروه او اللي بتتفرجوا عليه قبل ما تناموا، وتعدلوا الحاجات دي بحاجات تملاكم تفاؤل، تملاكم سعادة. علمتني جدتي ان كل ليلة بنموت وكل صباح بنبعث من جديد.